الميديم بلوك اللي انت اتكلمت عليها انا متفق معاك فيها مليون في المية، لكن انا عايزك تروح تبص على اماكن استلام. الحاجة التانية اللي معانا او الحاجة التالتة هي اماكن استلام مندي، لعيب نص الملعب نامبلز مندي، لعيب ليستر سيتي، البول ريسيف عنده شكله عامل ازاي. هتلاقي ان الراجل ده كل استلاماته صحيحة، مفيش ولا استلام اتضغط عليه بشكل مظبوط ان الكرة طالت او كان في ضغط او الكرة اتقطعت منه او فقد الكرة تحت ضغط، ولا مرة فقد الكرة. وده راجع لكواليتي اللاعب نفسه، وان عملية الضغط عليه ما كانتش مهما بالشراسة كانت كواليتي المطلوب. اللاعب يا داود، الشراسة الضغط مش بالشراسة توني المطلوب. كروس افضل لعيب بيستلم تحت ضغط وبيسلم تحت ضغط بيطلع في الماتش عنده مشاكل. مظبوط. لكن هو الفكرة ان انت لما تلعب بقى ميديوم بلوك وده لعيب في خط الوسط، يعني احنا اللعيب بالظبط المدافع احنا كنا متفاهمين ان هو يبقى عنده الوقت كان في لانك الماتش بتحط عادي، عليه، لكن لعيب خط الوسط ده في حضن لعيبه خط الوسط بتوعك. وكمان مكلف بيه مصطفى. تمام. فمصطفى لازم، هو مصطفى بيعمل حاجه مميزه جدا ان هو بيحاول يقرب منه فيقفل مساحات تمرير معينه، لكن في بعض الاحيان هو فكره ان هو سيبته يعمل التمريره حتى لو التمريره الورا، ده بيبقى ذكاء من اليو سي سي ان هو التمريره الورا دي بتفتح مساحه وانت مش ضاغط عالي الكاليدو كوليبالي يعمل النقطه اللي اتكلمنا عليها اللي هي الكره الطوليه. فانا محتاج ان انا اضغط اشرس من كده، اكون اجريسيف في الضغط اكتر من كده في المناطق الاعلى، مش لازم اروح اضغط من عمليه البيلد اب، لكن لما يبداوا في عمليه البروجريشن انا لازم اروح اضغط عليه اجيب الكوره. انا مش بقى يعني مروان مش بيطلب من لعيبه المنتخب بس انها تضغط في اماكن عاليه، تفضل تضغط في نفس المكان بتاعك لكن بشراسه وفعاليه اقوى من كده، بالظبط تكون دايما بتخش اجريسيف، خليك بالظبط اجريسيف في بالظبط. كل كوره علشان تسهل على الخط اللي وراك، لان اول خط الدفاع هو خط الهجوم. فانت كل ما ترحل لورا اكتر كل ما هتسبب مشاكل في السرعات او تحطهم في مواقف واحد على واحد. برضو يا داود الصوره او الحاجه اللي بعدها اللي عايز اتكلم فيها برضو ادريس جاجانا لعيب نص الملعب. بص على الخريطه اللي معانا برضو على الشاشه هتتعرض دلوقتي، هتلاقي ان كرة عنده واحدة برضو نفس الموضوع، كل البول ريسيف عنده في كل جوانب الملعب، استلم تقريبا في كل مربعات الملعب ما عدا مربع رقم 10. هو اصلا بيلعب لعيب نمره 8 وساعات بينزل يبقى نمره 6 ومندي هو اللي يسحب قدام. كل استلاماته صحيحه، مره واحده بس اللي استلم خطأ استلامه خاطئه اللي هو لما نزل مركز 6 في الوقت ده كان مضغوط عليه بشكل قوي، لكن كل استلاماته انا مقدر جدا ان استلاماته في الخط الخلفي كلها لما ينزل تحت ما لان فيهاش احنا مش مشكله. بنضغط في المكان ده اصلا، مش مستهدفين الضغط في المكان ده، لكن من بعد خط نص الملعب ان هو يستلم في كل ده المساحات المكان اللي فيه بالشكل ده كثافه ما لعيبتك اصلا. ينفعش. احنا ال 11 لعيب بتوع المنتخب بالظبط. مفروض مع كارلوس كروش بيتمركزوا في المساحه دي وانت كمان متميز انت بتلعب كومباكت بالظبط فانت مضيق بشكل رمز. المساحات، فما ينفعش ان هو يكون كل الاستلامات عنده فيها الاريحيه في الاستلامه بالشكل ده.